السلام عليكم، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة فريمان تي في، وكذلك جو كومينيك تي في. هذه ليلة الجمعة، وكل ليلة جمعة لدينا جو دو بيتزل، معناه جو دو سودوكو، سودوكو ديابوليك، معناه نيفو تري ديفيسي، معناه جد صعب للغاية. غادي نوريكم دابا استراتيجية اللي غادي نعملوا بها لكي نحلوا هذا البيتزا اللي امامكم. تتمنى لكم ليلة ممتعة، وكذلك لقاء متجدد عبر الصفحة المتجددة دائما جو كومينيكتيفي سور يوتيوب، وكذلك كرونوباك 1 2019 سور فيسبوك. تتمنى للجميع ليلة طيبة، وإلى اللقاء إن شاء الله. هنحلو دابا البيتزل ديال السودوكو، نيفو تري ديفيسيل، سافي دير ديابوليك، 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 معناه بمعنى الكلمة، معناه جد صعب بمعنى الكلمة. ألو، كان معكم الزلام خلال الشاشة المتميزة كرونوباك 1 2019 سور فيسبوك، وكذلك جميع المحبين لقناة جو كومينيك تي في سور يوتيوب. كان معكم يوسف دلال. الحادية عشرة، وفيها الليلة التالية اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عليه شهرزاد تواصل الحديث عن حلاق بغداد. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ذلك الأحدب كان نادرة من النوادر، وأنه كان يحفظ الملح ويروي النوادر، وكان كيسا يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت، وبهذا كله وصل إلى هذا المكان وصار مضحكا للسلطان. كان السلاطين في هذه الأيام يضحكون، وكانت الدنيا من حولهم تضحك، تضحك لهم أو تضحك عليهم. قالوا، وخرج ذلك الأحدب في يوم من الأيام سكران يعربد في شوارع شن شن آم، حتى انتهى إلى خان ينزل به أبناء السبيل ويقصد إليه المجان. وكان لهذا الأحدب في هذا الخان ليالٍ يحلف بها الندمان، فلما دخل من الباب لم يجد أحدا من الأصحاب، ولكنه رأى رجلا غريبا فتقدم إليه وسلم عليه. يا سيدي، يبدو أنك غريب عن هذه الديار، لا أنيس ولا صحاب، فهل تحتاج إلى من ينادمك هذه الليلة على هذا الشراب؟ ومن لي بهذا النديم؟ إنه نديم يوقظ أحلامك وتشرب روحه قبل أن تشرب مدامك. وأين هو يا هذا؟ خادمك الماثل أمامك. أنت أيها الأحدب؟ الأحدب؟ ألا رجل مؤدب؟ لماذا تناديني بعاهتي وتمسك بي من علتي؟ هل لا نظرت إلى ما في الكتاب قبل أن تبادر بالسباب؟ الكتاب يقرأ من عنوانه، والإنسان يعرف من لسانه. إنك تظلم الصهباء إذا حكمت عليها من شكل الإناء. أراك ظريفا يا اسمي مشان، ولكنهم ينادوني بمضحك السلطان، ووالله ما أضحكت السلطان، ولكنه هو الذي يضحكني. فهو يضحك إذا قمت، ويضحك إذا قعدت، ويضحك إذا ضحكت، ويضحك إذا بكيت، ولكنه والشهادة لله يعطيني، وعن سؤال اللئيم يغنيني. حسنا يا 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 مشان يا سيدي مشان، وإن شئت فمضحك السلطان. يبدو أنك على شيء، اجلس إلي وشاركني شرابي،
فقد هجرت أهلي وتركت صحابي. اسمع يا أيها النادل، هات لنا أرطالا إثر أرطال، وأصلح ضوء هذا السراج. تفضل لنشرب على هذا التعارف رطلا. مثلا. بل فعلا. وما ضر لو كان رطلين. أو ثلاثة أو أربعة. مرحى مرحى يا سيدي، كذا يكون السخاء. ولكني عرفتك بنفسي، فكان بك أن تعرفني من أنت ولماذا جئت. معذرة يا مشان. مشان معذرة أيها السيد مشان، أنا رجل عربي واسمي أمير البدوي من مدينة بغداد. بغداد؟ أجل بغداد. ولماذا تركت المدينة وهجرت الأهل والعشيرة؟ لماذا تذكرني؟ لقد تركتها فرارا من القضاء الذي لا يدفع والقدر الذي لا يمنع. وما ذاك؟ رجل حلاق. أنت ظريف يا سيدي. لا تضحك مني، إنه كعملي الذي لا يفارقني. وقد جمعت أموالي ومتاعي وبعت قصري وضياعي، وخرجت هاربا أضرب في كل مكان، وكلما نزلت بلدا من البلدان وجدته أمامي كالشيطان، فأتركه وأرحل إلى غيره، ولا أكاد ألقي عصا الترحال حتى أجده أمامي في الحال. ولم أزل في حل وترحال حتى وصلت إلى هذه المدينة ونزلت في هذا الخان. يا سبحان الخلاق، كل هذا من أجل حلاق؟ سيدي أنت هنا؟ إنه هو. من؟ الحلاق، حلاق بغداد. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ لقد صدمه ذلك الرجل الذي يجري هناك. انتظر، لا تغادر هذا المكان قبل أن نعرف ماذا جرى لمضحك السلطان. مشان، مشان، يظهر أنه سكران. لا لا، إنه ميت. ميت؟ الله، مضحك السلطان، لقد قتلته أيها الغريب. أنا؟ ولماذا أقتله يا سيدي؟ إنما يقتله من له به علاقة، خصوصا إذا كانت علاقة معاملة، كأن يكون مثلا صاحب خان والقتيل زبون عنده، فهناك توجد بواعث الخلاف ودوافع الجريمة. أما أنا فلماذا أقتله يا سيدي؟ إذن فأنا الذي قتلته؟ ذلك ما يفهم من ظروف الحادث. ولكنك تعرف أن صاحبك هو الذي قتل، إذ صدمه عندما انطلق يجري. ليس المهم معرفتي أنا، وإنما المهم معرفة السلطان. ولكني سأستشهد بك. وتريدني أن أشهد على سيدي؟ أحلفك. أحلف؟ إنك شيطان. من أنت يا هذا؟ أنا يا سيدي رجل فقير، حلاق من بغداد، واسمي الصامت لقلة فضولي وندرة كلامي. وهذا الرجل الذي قتل صاحبكم سيدي وهو مريض بداء السفر والترحال، لا يحل بمكان حتى يرتحل إلى مكان، وأنا وراءه كالكلب الأمين، أحرسه من كل ما هنالك، وإن كان هو ينكر علي ذلك. وبعد، فأنا أعلم أنك في ورطة، وكما خلصت سيدي أخلصه. اصنع معروفا أيها الغريب. إني أشير عليك، احمله على ذراعيك وألقي به على عتبة جارك. جاري؟ إنه طبيب بوذي عجوز. لا، إن هذا شيء لا يجوز. ولكن انتظر، ناولني الغطاء، احمله أنت على ذراعيك. أنا سأشرح لك كل شيء ونحن في طريقنا إليه. احمله، انتظر أغطيه. كذا، تعال. هذا الطبيب جاري وهو يعرفني، فاطرق أنت هذا الباب وأنا واقف خلفك في الظلام. ها
فإذا خرجت لك الخادم فأعطها هذا النصف واطلب إليها أن تذهب لتنادي سيدها. ها قد وصلنا، تقدم أنت، اطرق الباب. من الطارق؟ رد عليها. أنا. افتحي يا ابنتي. هذا ولدي مريض. سيدي لا يقابل مرضى في مثل هذا الوقت من الليل. انتظري، خذي هذا النصف، اخبريه فقط اننا نريد نصف. في هذه الحالة يكون للمسألة وجه اخر. انتظري يا سيدي لحظة، سوف لا اغيب كثيرا. لقد ذهبت اليه، اسنده على الباب. انظر كأنه واقف. هيا بنا، فهذا الشيخ البوذي مقبل. هيا هيا. من الطارق في هذا الوقت من الليل؟ لا تؤاخذني يا بني، إنه ضعف بصري وضعف نور السراج. قم يا بني قم. لماذا لا يتكلم؟ أكهامي أكهامي، أقبلي بالسراج يا بني. هاتي يدك يا بني. لماذا لا تتكلم؟ إن يده باردة كالثلج. إنه ميت. ميت؟ كان واقفا في الظلام فتعثرت فيه فسقطنا معا على الأرض، فكانت القاضية مصيبة وقعت على رأسي، قتلته دون أن أدري. لا ترفع صوتك هكذا، سيأخذونني من الدار إلى النار. لم أره والله ولم أقصد موته، لم أكن. قلت لا ترفع صوتك. وماذا أفعل؟ نحلو بليل والليل ستار، هلم بنا ندليه في مطبخ جارنا الغني. أقفل الباب علينا. هيا احمل معي. ألا مخرج غير هذا؟ احمله من يديه معي. تعال. لقد كان فتى قليل الجسم، يجب أن ينزل بخفة. عذاري أن يسقط فيتيقظ صاحب الدار. أمسك أنت من يديه. لماذا تركت يديه؟ لقد وقعت. لا ترفعي صوتك. من هناك؟ من هناك؟ لقد أيقظت. هيا بنا. القتيل ووجد في بيتك وسمع الناس استغاثته وطرقوا عليك الباب، فحاولت أن تضللهم ولم تفتح لهم حتى كسروا الباب، فاختبأت منهم حتى عثروا عليك، وتقول بعد ذلك إنك بريء. اضربوا عنقه. باسم السلطان. قفوا لا تقتلوا. مولاي لقد جاءني هذا الرجل القتيل مريضا فتعثرت فيه فوقعنا على الأرض، فكانت القاضية. كيف وجد في بيت هذا الرجل أيها الطبيب؟ أنا الذي حملته بعد موتي وألقيت به في بيتي. وكنت تريد أن يؤخذ به هذا المظلوم؟ اضربوا عنق الطبيب. انتظروا لا تقتلوا الطبيب. من هذا؟ أنا يا مولاي صاحب الخان، وقد جاء إلي مشان وصدمه رجل كان ينزل عندي فقتله، فخشيت أن أتهم به فحملته إلى باب هذا الشيخ الطبيب. هذا عجب. وأين هذا الرجل الذي صدم مشان؟ هرب يا مولاي، ولكني احتفظت بتابعه. يا مرزبان، أمر مولاي. لا تتركوا شبرا في المدينة، أحضروا القاتل في الحال. أمرك يا مولاي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن مضحك السلطان لما حملوه قتيلا إلى السلطان وعرف أن قاتله هو الغريب الذي كان ينزل بالخان، عندئذ نادى السلطان على الوزير وأمره أن يبحث في كل مكان ويأتيه بهذا الغريب في الحال. فانتشر العساكر في المدينة، لم يتركوا بيتا إلا فتشوا، ولا شبرا من الأرض إلا قلبوه، حتى عثروا عليه، ف
فقدموا به إليه وأحضروه بين يدي. أنا مظلوم، أنا مظلوم، مظلوم. إذا كنت صادقا أيها الغريب فلماذا هربت؟ وكيف أهرب منه وقد دعوته للشراب؟ إنني لم أقتله ولم أعلم أنه مات. ولكنك هربت بالفعل عندما شاهدت الجريمة بعينيك، وهذا صاحب الخان شاهد عليك. نعم، هربت من الشيطان ولا أزال أفر أمامه من كل مكان. وما ذاك أيها الغريب؟ رجل حلاق. لا تبتسم يا مولاي، إنه سبب جميع المصائب التي أصابتني، وآخرها هذه التهمة التي لبستني. ماذا أعمل؟ تركت له بلادي وأهلي، ولكنه يتبعني كظلي حتى سئمت حياتي، ولم يبق إلا قتله أو قتلي. انظر يا مولاي، انظر إلى يدي هذه، إنها مقطوعة. ذلك بعض ما ألاقيه منه. وما علاقتك به؟ ذلك ما يثير نفسي، فليست لي به علاقة أكثر من أنني مرة دعوته ليحلق رأسي. مولاي، دعني أقص عليك قصتي وأروي لك حكايتي، وخذني بعد ذلك بجريمتي. أنا يا مولاي مسلم عربي، واسمي أمير البدوي، ومن مدينة بغداد. كنت من عيون أعيانها ومن أكرم بيوتها، واجتمعت علي عوامل المفسدة، الفراغ والشباب والجدة، إلى أن رأيت بنت قاضي بغداد فتعلق بهواها الفؤاد، واتفقنا على اللقاء في بيتها أثناء مجلس القضاء حتى نأمن غضبة أبيها ووشاية حاسديها. ولما جاء اليوم المحدد أرسلت أحد عبيدي وأمرته أن يحضر لي حلاقا قليل الفضول نادر الكلام، فلبث غير بعيد ثم عاد ومعه ذلك الحلاق، وعلى وجهه ابتسامة ليس لها معنى على الإطلاق، وكأنما هي مرسومة بقلم أو هي من أثر ورم. فتأخر وتقدم وحي وسلم. السلام والتحية على صاحب الطلعة البهية. سيدي، أذهب الله غمك وأزال همك وأدام علاك. تقبل الله دعاك. أبشر يا سيدي، فقد جاءتك العافية. تريد أن تقصر شعرك أو تريد أن أخرج شيئا من دمك؟ فإنه روي أنه من قصر شعره يوم الجمعة صرف الله عنه 70 داء، وجاء في الأثر أن من احتجم يوم جمعة أمن ذهاب البصر. قم الآن واحلق لي رأسي ولا تثقل على نفسي. إذن فأنت تريد أن تحلق رأسك. طيب الله نفسك وأدام أنسك. انتظر يا سيدي. ما هذا يا هذا؟ إنه اسطرلاب. حلاق أنت أم منجم؟ مسألة لا تؤخر ولا تقدم. اعلم يا سيدي أن اليوم جمعة، وإنه 11 من شهر صفر، وأن برجه المريخ وطالعه بمقتضى علم الحساب 7 درج، واتفق أنه يدل على أن حلق الشعر فيه جيد جدا. يا مبروك سيدي، أعطي هذا الرجل ربع دينار واصرف. صرف الله عنك السوء والعنى. لماذا يا سيدي أنا؟ لأنني يا هذا على ميعاد، وأنت أضعت الوقت في قراءة الطالع وحساب الأرصاد. وأنت على ميعاد يا سيدي، ولماذا لم تخبرني قبل أن أمد يدي؟ ناولني الطسط يا فتى. على ألا تضيع وقتي سدى. سلمت على المدى وبقيت سرمدى. التفت يا فتى، أدخل الطسط في رقبته جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أي ماذا؟ جرحتني. وهمتني. دمي يسيل على الأرض. حجامة من غير قصد، ورد في فوائدها أنها تزيل الصداع وتمنع الأوجاع وتقلل الصفراء وتنشط الأمعاء وتشفي اليرقان وتمنع الغثيان وتقوي. حسبك.
أنت لا تعرف اسمي يا سيدي. لا أريد أن أعرفه، ولكني أريد أن تكمل حلاقة رأسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الناس يسمونني الحلاق الصامت لقلة صرصرتي دون إخوتي، فأكبرهم يسمى البقبوق، والثاني بقبق، والثالث شقالق، والرابع اسمه الصامت وهو أنا. تعرف إذا لم تكمل بقية حلاقة رأسي لتوك فسآمر العبيد بجلدك. ألم تسمع قول الشاعر؟ يا رجل اسكت، لا أريد أن أسمع. قم 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 يا هذا عني، بل تعال تعال. كيف أذهب إليها ورأسي نصف محلوق ونصفه غير حليق؟ تعال هنا أكمل أكمل حلاقة رأسي. وماذا فعلت حتى تضربني يا سيدي؟ أقول لك أكمل حلاقة رأسي. ما رأيت مثل اليوم. أكمل. نعم يا سيدي، أين الموسى؟ إنها في يدي، لقد أطرت عقلي يا سيدي. انتهي، إنني خادمك وأريد أن أخدمك. خلصني وأريد أن أظل معك سنة. نعم هكذا وأنت تحلق، أما أن تترك رأسي لتكلمني فأنت تعرف ما يصيبك مني. وإذا بقيت معك هذه السنة فسيدي يكفي. حسبك، وقد يضايقك صمتي وطول سكوتي. يا غليظ الكبد. نعيما يا سيدي. أشهد أن لا إله إلا الله. يا مبروك سيدي، أعطيه نصف دينار. لماذا لا تنصرف؟ ألم نتفق على أي شيء؟ على أن أظل معك سنة. اخرج عن وجهي، اخرج، قلت اخرج. ولكني لا أطيع قلبي إذا تركتك تذهب وحدك. يا مبروك أخرج هذا الحمى. سيدي ألقي به إلى الطريق. أنا لا أنكر إحسانك ولا أجحد فضلك ولن أدعك تذهب وحدك. اخرج. وذهبت إلى موعد الحبيبة متأخرا، فاستقبلتني خائفة وأخبرتني أن أباها قد عاد، وسمعت صياحا فأخبرتني أن أحد العبيد قد أبق وأن أباها يعذبه، ولم أعلم أن ذلك الحلاق اللعين كان يتبعني حتى عرف أنني دخلت بيت القاضي. فلما سمع صياح العبد اعتقد أن القاضي ضبطني وأنه يعذبني، فمزق الحلاق ثيابه وحث التراب على وجهه وانطلق إلى داري، فأخبر المماليك والجواري أن القاضي قتلني، فانطلقوا وراءه واجتمع الخلق عليهم وجرى الناس وراءهم حتى وصلوا إلى بيت القاضي وهم يصيحون: وسيدا وقتلا. هزمك يا مبروك. القاضي القاضي قتل سيدي. وسيدا وقتلا. ماذا ماذا حصل؟ أنت قتلت سيدنا. سيدك؟ ولماذا أقتله؟ وأي شيء أدخله بيتي؟ لا تحاول، فقد سمعنا صياحه وصراخه. إنه أحد عبيدي. لا تحاول يا شيخ النحس، إنه في داري قتيل أو جريح. أشهدكم يا قوم على هذا الصليط، وليتقدم منكم من شاء فليفتش داري. تفضل يا أبا عمار، وأنت يا زيان معهما يا عبد السوق. سيقبضونك عندي وتكون فضيحتي وآخر عهدي. إنهم يقتلوني يقتلوني، إنهم مقبلون علينا. ماذا تفعل؟ لماذا تفتح هذا الصندوق؟ لأفتديك بروحي. اختفي أنت وراء ستار فإني أسمع أقدامهم. ماذا تفعل؟ لماذا تجمع هذه الأشياء؟ ليضبطوني بها فأتهم بالسرقة، وبهذا أعلل دخولي وأنفي الشبهة عنك. ولكنهم يقطعون يدك. يدي فداء اسمك وشرفك وسمعتك. اختبئي فإنهم داخلون. ها هو يا زياد. عمار اللص 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 اللص. إنه أمير البدوي. إنه لص. أيها القاضي، إنه أمير البدوي، لم يحمه غناه من دناءة نفسه. ها
هذا هو وهذه هي السرة التي كان يسرقها. كذا يا رجل كذا. كذا أراد الله. وبماذا أحكم عليك؟ بما يرضي الله. تقطع يمنا. وسيدا بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أمير البدوي لما وجد الحلاق قد لم عليه الخلق وعرف أنه موشك أن يتضح أمره وأمر الفتاة جمع ما استطاع جمعه وحمله على ظهره فضبطوه بها وقطعوا يده اليمنى وهكذا ضحى بيده لينقذ سمعة الفتاة ويبعد الشبهة عمن يهواه وخرج يبكي ويصيح والناس تجري وراءه والحلاق يتقدمهم صارخا وسيدا اتركني ومولا ابعد عني يقطع يدك قطع الله ايديهم اتركني لحالي كفى ما جرالي افديك بروحي ومالي يا ضلالي دعني لحالي وانت في هذه النحله تصير منا وهل تطاوعني نفسي يا وجه النحس فارقني اتركني لا افارقك ولا اتركك ابدا تريدني ان اقتلك واحمل دمك وحتى لو قتلتني فان وفائي يأبى علي ان اتركك يا مغيث سيدي يا رجل اتق الله في نفسي اعتقني اعتقني لوجه الله وكيف اتركك يا سيدي وانت في هذه الحال لا شان لك بي اكل ذنبي انني دعوتك لتحلق لي تبت وندمت وعزمت على الا اعود مسكين سيدي الا تريد ان تفارقني قلبي لا يطاوعني اذن اتركك انا اترك بغداد كلها يمينا لا اقيم ببلد انت احد ساكنيه ولا انزل بمكان انت فيه وارسلت فاحضرت الشهود وكتبت وصيه لاهلي وجعلت عليهم ناظرا وأمرته أن يبيع الدار والعقار وأوصيته بالكبار والصغار وقلت بلاد الله لخلق الله وما راعني إلا أنني كلما نزلت بمكان لحق بي ذلك السرطان فأتركه وأفر على وجهي وهو برزاياه يطاردني حتى انتهيت إلى مدينتكم ونزلت في هذا الخان وتعرف إلي مضحك السلطان وبينما نحن جلوس إذا بهذا الحلاق المنحوس يدخل علينا كالكابوس فقمت من فزعي أجري وصدمت هذا الأحدب أثناء جري وكانت إحدى مصائب هذا الحلاق اللعين فمات فيها ذلك الأحدب المسكين وها أنا ذا يا مولاي قصصت عليك قصتي ورويت لك حكايتي فاصفح عني أو خذني بجريمتي ما سمعتك اليوم كلاما أعجب ولا رأيت حادثا أخر وأين هذا الحلاق يا رجل؟ والله يا سيدي لا أدري لقد تركته وقمت أجري يا مرزبان مولاي سمعت هذا الكلام؟ سمعته يا مولاي أريد أن تحضروا لي هذا الحلاق في الحال ولكننا لا نعرف عنه ما علي بالحلاق في الحال ما هذا؟ العشرة الذين أمرت بهم يا مولاي اضربوا أعناقهم قد فعلنا يا مولاي وماذا تريدون؟ بقي واحد ولماذا تبقون عليه؟ قد أمرت بقتل العشرة جميعهم قد قتلنا الرجال العشرة يا مولاي وعددنا الرؤوس فوجدناها عشرة ولا ندري كيف صاروا أحد عشرة ولا نعرف كيف زادوا رجلا ونحن ننتظر أمرك فيه هذا عجيب أدخلوا هذا الرجل أدخل مولى سيدي أنت هنا أنت يا غراب الشؤم قف أيها الغريب ما لك به إنه هو من هو حلاق بغداد هو أنت خادمك يا مولاي لقد نمت ولكن قل أولا
ما صلتك بهؤلاء الخونة؟ أي خونة يا مولاي؟ أولئك العشرة الذين ضربنا أعناقهم؟ والله لا أدري، ولكني وجدت هؤلاء الرجال يركبون قاربا ووجدتهم كسرة، فقلت في نفسي لا يجتمع هؤلاء الرجال إلا للذهاب إلى وليمة، فاندسست بينهم فقام. لن أحرمك من الوليمة التي أولمناها لهم. أنا في عرضك. لماذا قتلت هذا الرجل؟ أي رجل يا مولاي؟ هذا القتيل المسجى أمامك. لم أقتل أحدا، أروني هذا القتيل. الله، إنه الأحدب. وتعرفه أيضا؟ الله. ما الذي يضحكك أيها الوقح؟ إنه ليس ميتا يا مولاي. انظر. يلا الله، إنه حي. إنه ليس ميتا. إذن لم يكن الأحدب ميتا. لقد قام الأحدب. وما اسم هذا الدواء؟ اسمه النشوق يا مولاي. الله، أين أنا؟ أنت في حضرة السلطان. لقد كنت الآن في الخان. من أتى بي إلى هذا المكان؟ لعلي كنت سكران. بل كنت ميتا أيها الأحدب. أما إنك غير مؤدب. من هو الميت يا هذا؟ أنا أم أنت؟ يا رمة يا غمة يا حمة يا عمرة الأمة. اسمك أيها الأحدب. انظر يا مولاي، إنه والله ميت مرفوض. ميت مرفوض؟ نعم ميت مرفوض، رفض الأموات أن يكون منهم وأنف منه الدود. ليتني ما رددت لك الحياة، وليتني تركتك في غير رحمة. مثل هذا يبيض يا مولاي. أنا يا دجاجة يا قليل الحاجة، أما والله إن وجهك عبرة للخلق، وقفك طبل يدق. أنا مستجير بك يا مولاي من هذا القزل الصليط الذي عوضه الله عن قصر جسمه بلسان يلتفع به ويتوكأ عليه وله فيه مآلب أخرى. قاتلكم الله. قل لي أيها الحلاق، لماذا تتابع هذا السيد؟ ذلك الأمير؟ إنه سيدي وهو مريض بداء الأسفار. بل أنا هارب منك في أقاصي الديار. اسكت أنت، أكمل يا صامت. اسمي الصامت. أنت صامت؟ سموني كذلك لقلة كلامي وقلة فضولي. ولماذا تطارد هذا السيد؟ أنا لا أطارده، ولكني أتابعه، فهو سيدي وله علي حق الوفاء، ومن الوفاء ألا أتركه وحده في مغامراته حتى أخلصه منها. وكنت خلصتني في بيت القاضي. ها؟ لولاي لقتلك القاضي لا محالة. بل أنت الذي أذعت سرنا وهتكت سترنا وكشفت أمرنا، واضطررتني إلى أن أظهر بصورة السارق، وكانت النتيجة قطع يدي. قطع الله يدك. لماذا تتبعني؟ ما الذي أحمك علي؟ ما الذي يدخلك في حياتي؟ ما هي صلتك بي؟ صلتي بك؟ وهل تظن أنني لئيم الطبع فأتركك في الملمات بعد أن نلت عطاءك وغمرني معروفك؟ لا والله، ولو نالني من وراء ذلك أضعاف ما أناله منك. أنا متشكر لك، أكثر الله خيرك. هذا يزيدني تعلقا بك. وأنا لا أريد، لا أريد. وهل إذا طلبت مني أن أكرهك أستطيع أن أنزع حبك من قلبي؟ يا مصيبتي، أنا في عرضك، أبوس رجلك، اعتقني بوجه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كذا تجازيني على معروفي، وأنا مع ذلك لا أسلمك ولن أتخلى عنك. يا هذا،
إذا كانت الحلاقة التي حلقتها لي قرابة فأنا منها بريء، وإن كانت نسبا فأنا أقطعه. أعرف أنك تجازيني على المعروف بالمتروف، وأعرف أنني معك مظلوم، ولكني صابر وسأصبر على ما هو أقسى من ذلك. إني أكاد أجن. مولاي السلطان، مولاي السلطان، إني أشتمك الآن. صحيح. احبسوني، اقتلوني، أنقذوني من هذا الوباء. ألا تستطيع أيها الحلاق الصامت أن تترك هذا السيد؟ مع هذا الوفاء أن أتركه يا مولاي. ألا تستطيع أن تستسمح وفاءك هذا وتعتقه لوجه الله؟ يا مولاي، الناس مع الناس على الخير والشر، وأنا مع سيدي هذا على الشر وحده. إذن فاتركه يا أخي. قلبي لا يطاوعني وضميري يؤنبني. وأي شيء يمنعك عنه؟ لا شيء إلا العجز عنه. أنا أعجزك عنه يا مرزبان. مولاي اقطع رجلي هذا الحلاق. يقطع رجلي مولاي؟ مولاي ارجع عنه أيها الحلاق. أرجعه يا مولاي، ولكن من يحلق له بعد؟ لا شأن لك بي. ولكني يا مولاي رجل فقير، ولي 3 إخوة لا يملكون قوت يومهم. أنا أصغرهم، وأنا الذي أعولهم. أكبرهم يسمى البقبوق، والثاني بقبق، والثالث شقالق. وما اسمك أنت؟ صامت، اسمي الصامت. واسم أخوتك؟ اسمهم البقبوق وبقبق وشقالق. دامت الأسامي وعاشت المسميات. هات يا صامت، هات. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حلاق بغداد لما وجد أنه سيفارق الأمير خاف من سوء المصير، فركع على ركبتيه ومد إلى السلطان يديه. أنا يا مولاي رجل فقير، لا أملك الفتيل ولا القطمير، وليس لي عمل غير تزيين الوجوه والحجامة وقيت المكروه، ولي 3 إخوة. نعم، البقبوق وبقبق وشقالق. سبحان الخالق. وأنا الذي أعولهم، وعلى كتفي تقع حمولهم. أما كبيرهم وهو البقبوق فهو أعمى كسيح، مسكين سطيح. وهذه خلقة الخالق؟ بل جناية المخلوق، وأصلها في الأصل طمع البقبوق. كيف يا اسم الصامت يا مولاي؟ كان أخي البقبوق جزارا يربي الخرفان ويبيع اللحمان، ولكنه كان يسرق في الميزان، وكان أعيان بغداد يقصدونه ولا يشترون إلا منه ولا يتحولون عنه، فجمع من ذلك المال الكثير والخير الوفير، وبينما هو في دكانه على الوضم إذ دخل عليه شيخ مطمطم فحيا وسلم. يا بقبوق، بقبق الله عليك. وبارك حواليك. اسمع يا بقبوق، لقد أغناك الله عن الحرام بالحلال، فأعطني بما يرضي الله 5 أرطال. هذه فخذ بحالها، لا تخلها، زنها كما هي. لا تخسر الميزان واتق الله. وكيلي ووكيلك الله. آمنت بالله. خذ، أخذ الله عدوك، إنه دينار. إنه جديد لامع
يتوهج كأنه قرص الشمس. إنه ذهب عين وازن يا بقبوق، الميزان بين الناس حقوق. خذ يا سيدي هذه الأنصاف بقية دينارك، وهذا هو اللحم، لولا مرض غلامي لحملتها إلى دارك. في سلامة الله، في سلامة الله. يبدو أن هذا الرجل غريب، لعله أمير أو لعله خسارة أن أصرف هذا الدينار. إنه عملة جيدة وازنة، لأسقطنه في هذا الصندوق وحده. يا بقبوق، بقبق الله عليك. سيدي وبارك حواليك. سيدي، لقد مضى عليك شهران وأنت تشتري منا كل يوم، فلماذا تقف في الطريق وأنت بالإكرام خليق؟ تفضل ادخل الدكان وشرف هذا المكان. لا بأس يا بقبوق. يا أهل السوق أدركوني. ماذا؟ وتقول ماذا؟ ألا تعرف ماذا؟ 60 يوما يا ضلالي، ب60 دينارا أضعها كل يوم في هذا الصندوق، وأفتحه اليوم فأجدها كلها زائفة. إلي، أدركوني، أدركوني. وأنت أليست موازينك حائفة؟ أدركوني، النصف، النصف. إذ لم تترك الصياح فسأفضحك. أنا لم أزن لك شيئا اليوم، ولا يمكنك أن تتكلم في ميزان أمس. أدركوني، أغيثوني. لماذا؟ سأقول للناس إنك تذبح الكلاب. كذاب، كذاب. إلي النجدة. ماذا بك يا بقبوق؟ ماذا جرى؟ ماذا يا بقبوق؟ ماذا حدث؟ هذا اللص الحرام خرب بيتي، يعطيني كل يوم دينارا زائفا، 60 دينارا يا ظالم. المزيف، اضربوه. انتظروا. إن هذا الرجل يبيع لنا لحم الكلاب. كذاب. نصاب. كذاب. تفضلوا داخل الدكان وانظروا إلى ما يعلقه هذا الشيطان. الله، لقد كانت خرافا. إنها كلاب. نبيعنا لحم كلاب. امسكوه، اضربوه. والله ما ذبحت إلا حملانا. اسكت يا مجرم. دماغي. البقبوق، كلاب يا فاجر. والله ما ذبحت إلا خرافة. اسكت يا ضلالي. يا ناس، اتقوا الله. ولماذا لم تتق الله أنت؟ اسألوا أبا علي القصاب، فقد ذبحها معي. ولك تستحي يا بقبوق. عيني. لقد فقدت عين الرجل المسكين. مسكين، إنه يستحق القتل. خذوه إلى القاضي. أنا والله مظلوم. أليست هذه الكلاب قد وجدت معلقة في دكانك؟ بلى يا سيدي، ولكن فما الذي أدخلها إلى دكانك؟ أنا والله لا أدري ولا أعلم. لنفرض أن هذه الكلاب مدخولة عليك، فأين اللحوم التي كانت لديك؟
لقد كانت والله خرافا معلقة وفجأة تحولت إلى كلاب. ماذا تقول؟ هل هذا شيء معقول؟ أعرف أنك لا تصدقني. وهل هذا كلام يصدقه مجنون؟ لقد عذبوني وأهانوني. وكنت تريدهم أن يكرموك بعد أن أطعمتهم لحم الكلاب يا بقبوق؟ عذبوني، ضربوني، انظر يا سيدي، لقد فقأوا عيني. ولعذاب الآخرة أشد، يجرد البقبوق من أملاكه. الله 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 الله. ويستولى على أمواله. يا إلهي. وتفقأ عينه الثانية. عيني الثانية. مظلوم مظلوم. وذهبت إلى البقبوق وقد صار ضريرا وأصبح فقيرا، فسحبته من يده إلى بيتي فظل به حتى تماسل للشفاء، فخرج على وجهه هائما حتى انتهى به الطواف إلى أصبهان، وهناك مد يده يسأل الناس الإحسان، وصار يستعرض عاهته وجعلها حرفته. من أنت؟ أنا يا سيدي غريب أعمى على باب الله، أسأل شيئا لله. ولماذا لم ترد علي؟ يا سيدي خشيت ألا تنزل إلي. لا حول ولا قوة إلا بالله، تعال معي أيها الضرير. أزال الله عنك الضر، خذ بيدي يا ولدي. تعال تحسس طريقك على السلم، يظهر أنك حقا مسكين. وأي مسكين؟ استند استند على الحائط. دنيا، لقد كنت صاحب نعمة ومال، ولكن الدنيا زوال لا تدوم على حال. إن سلمكم طويل. بالك أطول منه، إني أسكن فوق السطح. لقد قطعت قلبي. لا بأس لا بأس، ها قد وصلنا أيها الضرير. الحمد لله. انتظر حتى أفتح الباب. أيها السائل، ماذا تريد؟ أريد شيئا مما أعطاك الله. حنن الله عليك. إيه؟ ما هذا؟ أقول يفتح الله عليك. أما كنت تستطيع قولها وأنا في أسفل الدار؟ وأنت ألم تكن تستطيع أن ترد علي وأنا في أعلى الدار؟ انزل يا سفيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تعال قدني، فإني لا أعرف الطريق. تحسس طريقك أيها الضرير. أخشى أن أسقط من هنا. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن البقبوق بعد أن فقد عينيه في بغداد وجعل يطوف بالبلاد حتى استقر به المقام في مدينة أصبهان، فجمع الشحاتين والقواعد وجعل للشحاتة أصولا وقواعد وجدد في الطريقة، فقسم المدينة إلى مناطق نفوذ بينهم
حتى لا يعتدي بعض الشحاتين على بعضهم، وبذلك استقرت الأمور لهذه الجماعة ودانوا له بالطاعة. وفي ليلة وضحاها وجد البقبوق نفسه ملكا على الشحاتين وأميرا على الصعاليك والمتصعلكين. فلما سقط من أعلى السلم ونزل بأسفل الدار صارخا يتألم، اجتمع الناس إليه وأخذتهم الشفقة عليه، فأخذوا بيديه ومشى يتحسس طريقه حتى أدرك رفقاءه وصاحب الدار يتسلل وراءه، حتى جلس معهم وهو يظن أنهم لا يرونه ولا يكتشفون وجوده وأمره، وجعل يسمع ما يقولون ولم يخطر بباله أنهم مبصرون وأنهم بهذه العلة يتظاهرون. مرحبا بسيد من شحت وإمام الشحاتين. يا شيخ حسن أقفل الباب علينا. أحم أحم. أقفلت الباب علينا؟ إني أريد أن أحفر الأرض. أحم أحم. نعم أريد أن أخرج المال الذي جمعناه. إني أشم رائحة غريب بيننا. غريب بيننا؟ غريب غريب بيننا؟ أيها الغريب الذي تسلل في ظلام عمان ودخل علينا بغير رضانا، من أنت بحق الشيطان وماذا تريد من العميان؟ إن كنت مسلما فنستحلفك بمحمد، وإن كنت نصرانيا فبحق المسيح، وإن كنت يهوديا فنستحلفك بحق الجنيه الذهب وحرمته عليك. إلا ما قلت لنا، ماذا تريد منا وماذا تقصد من النزول علينا؟ ربما لم يكن هنا أحد وأنت وايم يا شيخ حسن. بل أنا متأكد. هذه رائحة غريب بيننا، إن أنفي لا يكذبني أبدا. عجبا، تكلم أيها الغريب، ألا تريد أن تتكلم؟ إذا فعليكم به أيها العميان. أتسمع؟ هذا تأوه مكتوم. أنت واهم أو موهوم. اسمعوا هذا الدعاء المجاب. يا ربي يا رب الأرباب، بحق قطيعتي وعجزي وعاهتي، وبهذا الليل الذي قدرت لنا أن نعيش فيه، أسألك يا قيوم السماوات أن أمد يدي بهذه العصا وأهوي بها فتنزل على ظهر عبدك الذي يرانا ولا نراه، نحن عبيدك المساكين. يا قوي ادع يا شيخ حسن. بجاه سيد المرسلين. ايه؟ شيخ رفاعي. بحق الحسن والحسين. يا شيخ عوض. بحق الاولياء الصالحين. يا شيخ رجب. بحق الخلفاء الراشدين. نعم كذا. انطق انطق. اظهر اظهر وبان لا عليك الأمان. لا، أنتم لستم عميانة، أنتم مبصرون أيها الخبساء، ليس فيكم أعمى غير رئيسكم هذا وأنا. إني أعرف هذا الصوت. ألست الرجل الذي تركني أسقط من على السلم؟ أيها الأشقياء، لقد عرفت سرنا وكشفت أمرنا، ولا بد أن نخلص عليك قبل أن تخلص علي. أو تقتلونني أيها الأشرار؟ أستغفر الله،
إنما يقتلك الوالي. أصرخ يا شيخ رفاعي. أدركونا النجدة. أدركونا أمرنا. أدركونا. يا سيدي الوالي، نحن ستة من الشحاتين. نحن خمسة فقط. إنه مدسوس علينا وليس أعمى مثلنا ولم يرى. اسكت أنت يا رجل. ونحن الستة لسنا عميانا، وإنما نتظاهر بالعمى ونعتبره عدة شغلنا ومنه معاشنا. وقد جمعنا أنا وزملائي هؤلاء مالا وفيرا دفناه في حجرة نسكنها، ويريدون أن يأخذوا نصيبي، وأنت أولى به مني وأولى بأنصبائهم منهم. وإن أردت دليلا على صدق قولي فها أنا ذا أفتح عيني وأرى لون جبتك الخضراء ولون هذه الستارة الحمراء. هذا صحيح. تعال يا رجل، أنت وتدعي العمى يا أعمى القلب، تعال هنا. سيدي، ليس على الأعمى حرج. وهل أنت غير بصير؟ نعم يا سيدي. اضربوه حتى يبصر، عليك به يا فتى. تعال هنا. فتح عينيك. كفى كفى، خلاص فتحت عيني. أنت الآن ترفع يدك. الآن أبصرت. دعه يا فتى. وأنت تعال هنا. سيدي، هل أنت أعمى أم بصير؟ بصير يا سيد. غيره، تقدم. أعمى أم بصير؟ بصير يا سيدي. وأنت فرضنا أنك لا ترى، فهل لا تسمع؟ أنت أيها الثعلب. أنا يا سيدي. تعال هنا يا سيدي. أنت أعمى أم بصير؟ أدام الله عليك نعمة البصر، لقد فقأوا عيني الواحدة بعد الأخرى. أعمى أم بصير؟ ضرير يا سيدي، ضرير. وتدعي هذا أمامي يا فتى؟ مولاي، عليك به. أنا في جاه سيد المرسلين، أنا والله أعمى. اضربه حتى يبصر. لا 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 تضربوني، أنا والله أعمى ولن أبصر أبدا. واسم البقبوق، اسألوا عني أهل بغداد. اسكت يا نصاب. أنا والله لا أرى. سنرى كيف ترى يا غلام. فتح عينيك. أنا لا أرى، لا أرى. فتح عينيك. شفاعة. اضربه حتى يبصر. شفاعة الرحمة. حسبك يا فتى، كفى كفى. أعمى أم بصير؟ بصير يا مولاي. ما لون هذا المنديل؟ لونه أبيض. أبيض وتدعي أنك لا تراه؟ يظهر أنك عني. اضربوه. أنا والله أعمى، أنا لا أرى. سنرى كيف ترى، عليك به يا فتى. فتح عينيك. شفاعة شفاعة شفاعة، حسبك يا فتى. كفى كفى كفى. بصير أم ضرير؟ بصير يا سيدي. ما لون هذا القلم؟
ما لون هذا القلم؟ ما لون هذا القلم؟ لونه أخضر. أمني تسخر؟ مزقوه. شفاعة شفاعة. فتح عينيه. شفاعة. وجاءتني أخباره وظلوا يضربون أخي حتى أصيب عموده الفقري وأصبح كسيحا سطيحا، فسافرت إلى أصبهان وحملته إلى داري في بغداد أطعمه وأسقيه وأخدمه. تلك يا مولاي السلطان هي قصة أخي البقبوق، أما أخي الثاني فاسمه بقبق. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان السلاطين في بلاد الصين لما سمع من الحلاق قصة أخيه الأول أخذه العجب واسترجع وحوقل، وسأل الحلاق عن قصة أخيه الثاني، فقال له حلاق بغداد: أدام الله سلطانك وعطر بالرخاء أيامك، أما أخي الثاني واسمه بقبق فهو مسمول العينين مقطوع الأذنين، لا يرى ولا يسمع، وليست هذه خلقة الخالق بل هي جناية المخلوق وأصلها خيانة بقبق. كان من أمر أخي هذا أنه كان فقيرا صعلوكا، فخرج يوما يطلب القوت وظل يتسكع ويسير حتى انتهى إلى قصر كبير، فتقدم أخي إلى بواب يقف إلى جوار الباب، فرق له قلب البواب وقال له: ادخل واشكو للأمير فهو غياس كل فقير. فدخل أخي الدهليز ومشى بين أعمدة من الذهب الإبريز، فتحير أين يمضي وأين يسير، ولكنه قصد إلى صدر الديوان وإذا هو أمام إنسان تشم ريح العز وأنت قادم إليه وتطالعك علائم الجاه وأنت داخل عليه. فما أن رأى أخي داخلا يتعثر وهو أشعث أغبر حتى تفزع وتوجع وقام إليه يسلم عليه: أهلا أهلا مرحبا، يدك يا سيدي. أستغفر الله، لعلك غريب يا صاح. بل أنا من نفس بغداد، فقير جائع محتاج. فقير جائع محتاج؟ إن واحدة من هذه الثلاث تقسم الزهر وتطيل عذاب القبر، كيف أكون ببلد وأنت به جائع؟ لا 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 صبر لي على ذلك. لقد مضى علي يومان لم أذق خلالهما شيئا من الطعام. يومان وغوسان. وتشق ثيابك يا سيدي؟ أشقها أسفا على ما فات وخوفا مما هو آت، ولكن ما جدوى الكلام الآن؟ أنت جوعان أيها الصديق. يا غلام هات الطست والإبريق، لابد أن نغسل أيدينا قبل أن نأكل طعامنا. ما قولك في الحمل المشوي؟ ما قولك في الفراريج المحشوة بالفستق؟ ما قولك في الأباريز بالأفاوي رائحتها تدير الرؤوس وتفتح النفوس؟ حسبك يا سيدي، لقد أثرت شهيتي. يا غلام تقدم من هذا السيد، تفضل اغسل يديك. ولكن الغلام لا يحمل شيئا. لا تريد أن تغسل يدي؟ أغسل أنا. هات يا فتى ألا تصب كثيرا. حسبك حسبك، ناول المنشفة. هات الطعام. ولكنك لم تغسل يديك يا سيدي. كيف
لقد غسلتهما الآن أمامك. لم يكن في يد الغلام إبريق ولا تست، وإنما كان ينحني كأن في يده إبريقا يصب منه وليس في يده شيء. فبالله عليك ما معنى هذا؟ أحضرت الطعام يا فتى؟ ضع هذه الصينية أمامه. أي صينية يا سيدي؟ أنا لا أرى صواني. وما قولك في هذا الطبق؟ أي طبق يا سيدي؟ هذا الطبق الذي عليه ذلك الحمل المشوي. لابد أنني في حلم. إلى هذه الدرجة كنت لا تصدق أن تجد هذه الأطايب؟ كل كل يا صاحبي كل. أكل ماذا؟ أكل أصابعي؟ بل اكسر هذا الحمل. عنك عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ يا صديقي. لابد أنك تمزح. خذها من يدي، أسألك بالله لا تكسفني. خذ. أخذ ماذا يا سيدي؟ هذه القطعة وهي ساخنة. أي قطعة؟ لا لا، لابد أن تأكل بحريتك ولا تجعل تكليفا، وإلا تركتك تأكل وحدك. بالله عليك وبحياتي خذ من هذا الطبق. ما دمت تريد هذا يا سيدي؟ كل يا ضيفي. لابد أنك تمزح. كل. أكلت؟ لقد اكتفيت يا سيدي. لا والله. كيف؟ لابد أن تأكل من بقية الألوان. هاتوا الدجاج، هاتوا السكباب، هاتوا المطهبجات والكوامر. سيدي هذا كثير. إنه دون قدرك يا ضيف العزيز. لقد شبعت يا سيدي. شبعت؟ وصرت كزيزا. إذن فهاتوا لنا الحلوى. وحلوى أيضا. وحلوى أقل منها؟ ضعها أمامه يا غلام. بحياتي كل هذه القطيفة، تفضل. لا لا عدمتك يا سيدي. ما هذا المسك الذي في هذه القطايف؟ هذه عادتي في مطبخ بيتي، يضعون في كل قطيفة مثقالا من المسك ونصفا من العنبر. لقد اكتفيت يا سيدي. هل زقت هذه الأطايب؟ امتلأت، لا أستطيع بعد. هاتوا الشراب. وشراب أيضا. وشراب أيضا أقل منها؟ هاتي قدحك. هات. خذ اشرب. ما رأيت مدام مثل هذا المدام. إنها معتقة. هاتي قدحك. في صحتك. لقد شكرت يا مولاي. إن رأسك خفيف، اشرب يا صاح. هل رأيت شرابا ألذ من هذا الشراب؟ هات يا مولاي. خذ. خذ أنت. ماذا؟ تصفعني؟ سكلك أمك. يا سيدي أنا عبدك، أدخلتني بيتك وأطعمتني من طعامك وسقيتني من شرابك المعتق، فسكرت وعربت ولا أدري ماذا فعلت. إنها خمرك التي سقيتني. اجلس اجلس أيها الصعلوك. يبدو أنك ظريف. لقد مر علي زمان طويل أسخر فيه بالناس وأجمع الفقراء والجياع وأقدم لهم هذه الموائد الوهمية وأثير فيهم نهم وأتفرج عليهم وأسخر منهم وأهزأ بآلامهم، فما رأيت أحدا رد علي هذا المزاح غيرك يا. ما اسمك يا صديقي؟ اسمي بقبق. بقبق. اسمح يا بقبق، أنت من اليوم نديمي، لا تفارق مجلسي ولا تغادر قصري. يا غلمان أعدوا لنا المائدة. لعلها مائدة حقيقية. أما هذه المرة فنعم، قم بنا. يا حياة حياتي، يا منية نفسي وهوى فؤادي، يا لا 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 لا، لا تتكلم كثيرا يا بقبق، إن لك سنة بحالها من يوم دخلت هذا القصر وأنت تغازلني. وأي إنسان لا يغازلك يا أميرتي، لو أن جمالا رآك لهتز. إن جمالك الطاغي هو الذي دعاني. أعرف أنك خفيف الروح، ولولا خفة ظلك ما جعلك أخي الأمير نديما.
سيدتي. ولقد امتحنت هواك بإعراض عنك طوال هذه الأيام. يا إلهي، في يقظة أنا أم في منام؟ أعيدي، أعيدي على سمعي هذا الكلام. يا حبيبي. يا جنوني. لا لا لا، ليس بعد. أيها الشره المنهوم. أنت بهجة الدنيا وحياة الروح. كم طالع المعنى في حسنك الصريح، فكل عضو معنى من جسمك الفصيح. قصائد تغنى بالصمت والسبوح، وكل حسن يفنى إلا جمال الروح. يا روحي. يا مثبت العقل والدين. بقبق مولاتي حياتي. أتحبني يا بقبق؟ أحبك، أحبك حتى الموت يا أميرتي. إذن فكن حمارا. حمارا؟ أنا طويل الأذنين. كن كبشا. كبشا. أنا ذو القرنين. ما ما كن قردا. قردا؟ أنا مربوط من وسطي وفي يدك سلسلتي. اسمع يا بقبق، لا تضيع وقتك. قم وادخل هذه الحجرة الآن وتجرب من هذه الثياب. لا لا لا، لا تلمسني قبل أن تفعل ما قلت. وأنت قم وعد إلي سريعا. لحظة واحدة أو أقل من لحظة. أقفل الباب وراءك. تعال تعال يا أخي، اجلس هنا. ولكن ماذا كنت تقولين وماذا كان يقول ذلك الأفاق؟ سترى بعينيك ما لم تصدقه بسمعك. بقبق. قتيلتي يا مولاتي. حقا أنت قتيلي؟ افتح الباب يا قتيلي. تعال. سيد الأمير. يا للشياطين، قف، لا تتحرك من مكانك. هذا جزائي لأني صنعت المعروف في غير أهلي. يا حرس، يا جنون، يا جنون. وقبض عليه رجال الأمير، وأمر به فسملت عيناه وقطعت أذناه. وجاءني من أخبرني، فذهبت إليه وحملته إلى داري ووضعته بجانب أخيه أطعمه وأسقيه. تلك يا مولاي هي قصة أخي الثاني. أما أخي الثالث فاسمه شقالق. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان السلاطين في بلاد الصين لما سمع من حلاق بغداد قصة أخويه وما حدث لهما لديه، أخذه العجب وطرب غاية الطرب، وسأل الحلاق عن حكاية أخيه الثالث. فقال له الحلاق: أما أخي الثالث واسمه شقالق فهو شيخ فقير، قليل حقير، أعور العين، مقطوع اليدين، وليست هذه خلقة الخالق، بل هي جناية المخلوق، وأصلها دناوة شقالق. ذلك أن شقالق كان زير نساء، رقيعا من الرقعاء، يتعرض للمحصنات ويجرح أسماعهن بالبذيء من الكلمات. وكان من أمره أنه كان يعاكس غادة من بنات نزار، فتقدم إليه رجل تبدو عليه النعمة واليسار. اسمع يا رجل. أنا يا سيدي. نعم أنت، تعالى. ماذا تريد مني؟ هاتي يدك، هاتي. إلى أين؟ أسرع يا رجل، أسرع. نعم نعم، أنا أجري معك يا سيدي، ولكن لماذا بالله علي؟ لماذا؟ أبشر يا هذا. بشرك الله بالخير، أنا يا سيدي أهرول وراءك كما ترى، ولكن لماذا وإلى أين؟ لا تكن فضوليا يا رجل، أسرع. فضولي؟ إنني يا سيدي أسألك عن نفسي،
إلى أين تأخذني؟ سر يا رجل. أنا أسير يا سيدي وأجري إن شئت، ولكن يجب أن أفهم. ألست فقيراً؟ بلى يا سيدي. ألست جائعاً؟ بلى يا سيدي. إذن فأبشر، أبشر أيها الفقير الجائع، حسبك جرداً فقد وصلنا. ما هذا القصر؟ إنه قصرك، ادخل، إنك ستملك هذا القصر لمدة ساعة. وهل أستطيع أن أبيعه في هذه الساعة؟ تعال تعال. ما هذه الممرات؟ ما هذه القناديل؟ ما تلك السريات؟ ما هذه التنافس؟ ما هذه القطيفة؟ لا، لابد أنه قصر الخليفة. وأين منه قصر الخليفة؟ يا رجل اطوي لسانك، فنحن داخلون عليها الآن. من هي التي ستدخلني عليها الآن؟ اسكت يا غلام، أخبر مولاتك بقدومنا. يا سيدي اصبر يا رجل. أسألك بالله أن تفسر لي هذه الألغاز، من أنت وأين أنا ومن هي؟ تعال ولا تكثر أمامها الكلام. ولكني مولاتي. ادخل يا، تعال، هل أحضرت؟ نعم وهو معي، تقدم يا هذا. تعال يا رجل. سيدتي. حسنا لا بأس، ما اسمك يا هذا؟ اسمي شقالق. شقالق.